مقال اليوم وهي للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حازم عياد ضمن عنوان خطوات بايدن الاستباقية لتحييد أبو ظبي. الأستاذ حازم عياد معنا عبر سكايب، أهلا بك معنا أستاذ حازم. تسمعني أستاذ حازم؟ نعم أسمعك. حياك الله. بداية، ماذا قرأت في تصريحات أنور قرقاش، وهل تجد فيها صدى لربما أو قراءة سياسية إماراتية لنتائج الانتخابات النصفية بالتالي جاء هذا التصريح منه؟ هي قراءة لمجمل العلاقات الأمريكية الإماراتية، خصوصا أنها جاءت من مؤتمر الاستراتيجي في أبو ظبي، وهو يتناول كافة الشؤون المتعلقة بالعلاقات الخارجية لدولة الإمارات العربية في ضوء التحولات والواقع في أوكرانيا أو العلاقة مع الصين مؤخرا من خلال تنمية هذه العلاقات بين دولة الإمارات العربية والصين، أو العلاقة مع روسيا، خصوصا أن أنور قرقاش تحدث بوضوح عن تعددية قطبية أو على تعددية في النظام العالمي، وأن الإمارات تهيئ نفسها للتعامل مع وضع متغير وتحولات من هذا النوع، دون أن ينكر أن العلاقة مع الولايات المتحدة هي علاقات استراتيجية لكنها تحتاج إلى يعني تقييم كما كان واضح في تصريحاته. فهو يرى أن هناك واضح أن هناك إشكال في هذه العلاقة وتحتاج إلى إعادة نظر وتقييم، دون أن وأن يكون هناك مساحة أوسع لدولة الإمارات العربية. نعم. في إنشاء علاقات مع روسيا والصين وغيرها من الدول في المنظومة العالمية. وهذا التصريح ليس الأول من نوعه، ولكنه إعادة وتأكيد على هذه التحولات، خصوصا أنه جاء بعد الانتخابات الأمريكية والتي يعني كانت مخيبة للآمال أعتقد لأبو ظبي وفي منطقة الخليج العربي، خصوصا أن التيار الذي يمثله جو بايدن هو التيار الديمقراطي في نسخته المحدثة من التقدميين واليساريين، فضلا عن وجود كم هائل من الأقليات التي نعم. يعني ذهبت. هل كانت النتائج مفاجئة برأيك أستاذ حازم؟ أقصد مفاجئة للخليج أو لبعض دول الخليج، الرياض وأبو ظبي تحديدا. هي كانت مفاجأة للجميع، لداخل الولايات المتحدة الأمريكية كان يعتقد بأن هناك موجة حمراء مقبلة، وأن نفوذ الجمهوريين داخل مجلس النواب وداخل مجلس الشيوخ يكون كبيرا، لكن الأغلبية التي حققها مجلس الجمهوريون في مجلس النواب ليلة أمس لم تكن آخر نتائج لم تشير إلى قفزة نوعية، يعني لحد الآن 218 مقعد مقابل 210 مقاعد، ويتوقع أن تكون النسبة 215 مقابل 220 مقعد، وهذه نسبة ضئيلة فضلا عن سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، تتيح لهم المجال أيضا لإعاقة كافة القوانين التي يمكن أن يقدمها الجمهوريون، وبالتالي هناك توازن كبير لم يحدث منذ عام 1930، يعني لأول مرة رئيس أمريكي يتمكن من أنه يتخطى عقدة المجلس الانتخابات النصفية بهذه النتيجة التي تعتبر بالنسبة لجو بايدن مشرفة، وتعطي يعني مؤشرا على إمكانية أن يحقق نجاحا في الانتخابات الرئاسية، وأيضا فرضت نوع من الانقسام والصراع الداخلي في الحزب الجمهوري، وأظهرت بأن دونالد ترامب فرصه ضعيفة، علما أن دونالد ترامب يملك علاقات قوية مع دول الخليج. فمثلا في المؤتمر التنمية الاستثمار في المستقبل الذي عقد في السعودية الشهر الماضي، كان حاضرا سهر الرئيس كوشنر الرئيس السابق في القمة التي عقدت في السعودية، في حين لم يكن حاضر أي من مندوبي البيت الأبيض أو من إدارة جو بايدن. العلاقة باتت معقدة جدا بين دول الخليج وخاصة الإمارات العربية التي تتهمها الصحافة، كما أشرت أنا في المقال، وخاصة صحيفة الواشنطن بوست، ثم أيضا وول ستريت جورنال أيضا أشارت إلى هذه التقارير بأن هناك نفوذ إماراتي
أصبح يصنف بأنه غير مرغوب به، يبدو داخل المؤسسات السيادية الأمريكية، خصوصا أن الذي أعد آخر تقرير هو مجلس الأمن القومي الأمريكي، أو ما نعم. يعني يمثل تجمع 16 جهاز أمني في أمريكا، وهذا تقييمه للعلاقة تقييم يذهب إلى يأخذ منحى سلبي، ويعني يشير إلى فترة حكم دونالد ترامب أن الإمارات العربية أنفقت ما يقارب 154 مليون دولار، وفي تسليط الأضواء كثيرة على يوسف العتيبة اللي هو نعم. سفير الإمارات في ظل نعم في ظل كل ذلك، برأيك كيف يمكن للإدارة الأمريكية بعد تجاوز امتحان الانتخابات النصفية أن تتعامل مع الإمارات؟ هل نتوقع تغيرات جذرية في شكل السياسة، أم أن المسألة ستبقى دون سقف العلاقة الاستراتيجية بين واشنطن وأبو ظبي؟ أعتقد أنك وصفتها بشكل دقيق. هو ما يريده جو بايدن تحديدا والحزب الديمقراطي هو تحييد الإمارات أن يكون لها دور مؤثر في الانتخابات الأمريكية، أو أن يكون لها لوبي فاعل كما حدث في انتخابات 2016 والتي جاءت بدونالد ترامب. الإدارة الأمريكية الحالية قلقة من النشاط خصوصا ونفوذ الإماراتي، دعني أقول ليس نفوذا وإنما يعني علاقات واسعة للسفير الإماراتي ولدولة الإمارات، لا تريد لهذه العلاقات أن تلعب دورا أو أن يكون لها أي تأثير في نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة، لذلك هم يسلطون الضوء على الإمارات العربية على اعتقادا منهم بأن ذلك قد يؤدي إلى كبح جماحها والحد من قدرتها على التأثير والتلويح بهذه الورقة بشكل قد يقلق أبو ظبي. لكن هل التأثير سيكون استراتيجي عميق في العلاقات؟ أعتقد في المرحلة الحالية من الصعب القول ذلك، لكن يمكن القول أن إدارة بايدن باتت مهتمة جدا بالنشاط الإماراتي على خلفية استعدادها للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي حذرة جدا في هذه نعم. إدارة هذه العلاقة. ما هي الملفات الرئيسية التي يمكن للولايات المتحدة الأمريكية، أو لنقل إدارة الديمقراطيين، إدارة بايدن، اللعب بها، الضغط بها، الدفع بها على الطاولة بوجه الإمارات دونا من العلاقة الاستراتيجية؟ ماذا يستطيع بايدن أن يفعل؟ يعني أعتقد أنه هناك العديد من الملفات يستطيع الإدارة الأمريكية أن تطرحها، كملف يعني التدخل في الانتخابات الأمريكية، يعني التقرير يذهب بهذا المنحى، يعني يأخذ هذا الاتجاه التقرير الأمني الذي تم تسريبه إلى الواشنطن بوست وبعض من نصوصه، وبالتالي هذه واحد من الأوجه. والأوجه الأخرى قد تمس بجوانب تتعلق بحقوق الإنسان، والانتقادات ممكن أن تزداد لدولة الإمارات العربية في المرحلة المقبلة. أحد التقارير يتحدث أن دولة الإمارات لا يوجد فيها مثلا مجلس نواب، ولا يوجد فيها يعني حكام يعني منتخبون. هذه تقارير بدأت تظهر بهذا الشكل الاستفزازي لدولة الإمارات العربية، ولكن لحد الآن أعتقد أنها دون المستوى أن تصل إلى تصعيد حقيقي، لكنها مؤشرات ورسائل تنقلها وسائل الإعلام الأمريكية في المرحلة الأولى للإمارات يعني دفعها لعدم الانحياز نحو إدارة نحو ترامب، أو عدم يعني تقديم أي شكل من أشكال الدعم أو التأييد أو الانفتاح على الجمهوريين في المرحلة المقبلة، خصوصا أن الجمهوريين أصبحوا في مجلس النواب. وبالتالي هناك خطوات استباقية يعني يمكن القول أنها لا زالت خجولة، ولكنها قد تزداد في المرحلة المقبلة، والتركيز سيكون فيها على جانب المتعلق بحقوق الإنسان والحرب في اليمن، و قد تشمل أيضا بعض الملفات في بعض الدول، الدور الإماراتي في بعض الدول، وهذه قد تضايق دولة الإمارات العربية، فضع النشاطات الإماراتية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن لحد الآن لا يوجد قضية أو ملف متماسك نعم. يمكن من خلالها أن نقول أن الإدارة الأمريكية عدت كامل أوراقها، لكن هناك تلميحات حول هذه هي المواجهة المقبلة، أو هي ليست مواجهة، هي محاولات
الاحتواء لدولة الإمارات العربية. نعم، أشرت في المقال أيضا إلى ما أسميته بتفاخر سفير الإمارات يوسف العتيبة، أنه قال أن لدينا نفوذ، لدينا اللوبيات إنجاز الوصف، ونحن فخورون بذلك ونعمل على تقويتها، وبما معناه دفعنا دم قلبنا من أجل أن نصل إلى هذه المرحلة من القوة داخل الولايات المتحدة. بناء على هذا التصور من يوسف العتيبة، أستاذ حازم، هل نستطيع أن نقول أن مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية بات مرهون بقوة اللوبيات وليس بأي شيء آخر؟ بمعنى من يمتلك نفوذ أكثر داخل هذه اللوبيات يستطيع أن يجير السياسة الأمريكية باتجاه مصالحه. هل هذه عبارة تصلح أن تكون توصيفا لما يجري؟ لا أعتقد أنها دقيقة بشكل كبير. يعني نعم. مثلا في حالة السفير يوسف العتيبة، أعتقد أنه هذا من حقه، لأنه هو بصراحة بذل جهدا كبيرا وله دور كبير في تعزيز النفوذ وتقوية اللوبيات المتعلقة بالإمارات، ويحق له أن يفاخر بذلك. يعني أقولها بصراحة، هو الرجل يعني بذل جهدا، خلال من يتابع أدائه والتقارير التي كانت تصدر حول نشاطه داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يعني شيء يثير للإعجاب ومثير للاهتمام يعني حول قدرته. ولا زال الرجل جريئا، لكن هذه الجراءة التي قدمها هو منطلق دفاعي، يعني أن هذا التقرير لا يعيب الإمارات العربية الأمريكية، الولايات، العلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية، فهذا حق من حقوق الدول أن تمارس نشاطنا وأن يكون السفراء دورا في حماية مصالح بلادهم. أعتقد أنه في سياق دفاعي وليس في سياق استفزازي قدمه، وفي سياق أن هذا حق من حقوق الدول أن تقوم بهذا الدور. وهناك مثال على ذلك، اللوبي الإسرائيلي. اللوبيات أعتقد أنها تواجه مشكلة كبيرة الآن داخل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة اللوبيات التي لديها إشكالات تتعلق بالقيم المشتركة التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية، كما يقول التقدميون والديمقراطيون، خصوصا إسرائيل. إسرائيل واجهت مشقة كبيرة في إسقاط مثلا سامرز لي في ولاية بنسلفانيا، وفي رشيد الطيع، وصعوبات في إسقاط إلهان عمر. رغم قوة ونفوذ هذه اللوبيات وقدرتها على التأثير، لم تستطع أن تفعل ذلك. هذه اللوبيات لم تستطع أن تمنع المؤسسة الفيدرالية الأمريكية أو الـFBI من فتح تحقيق في يتعلق بشريط أبو عقلة. هذا اللوبي لم يكن قادر على الفعل ذلك. إذا ما زالت الكلمة الفصل ما زالت بالسياسة الأمريكية هي المصالح بطبيعة الحال، رغم قوة وحضور اللوبيات، أليس كذلك؟ صحيح، لكن اللوبيات يعني تفعل فعلها ضمن، هناك معادلتين أساسيتين في العلاقة الولايات المتحدة الأمريكية بشركائها الاستراتيجيين. هناك ما يسمى القيم المشتركة، هذه نقطة خلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين، هل هذه الدول ملتزمة بالقيم المشتركة الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ وهناك المصالح العامة بين هذه الدول، المصالح الجيوسياسية والاستراتيجية. المؤسسات السيادية والمؤسسات التخطيط الاستراتيجي تدعى بأن المصالح الجيوسياسية مهمة في العلاقة مع إسرائيل، في العلاقة مع دول الخليج، وخصوصا في إطار الصراع مع الصين الآن ومع روسيا. لكن المؤسسات التي تأخذ القيم المشتركة وتعطيها قيمة كبرى، وهي مؤسسات صاعدة مثل الديمقراطيين والتقدميون واليساريون، فضلا عن الدور الكبير الذي بدأت تلعبه الأقليات في الانتخابات، وهو دور حاسم، وكان نتيجة الاستفزاز ترشح ترشيح دونالد ترامب لعدد من المرشحين العنصريين أو البيض، فحدث هناك نوع من الانتفاضة أو نعم. الزحف من قبل الأقليات باتجاه صناديق الاقتراع، وهذا سيتكرر أعتقد بالانتخابات الرئاسية، لأن هناك قلق من عودة ترامب لدى الأقليات ولدى التقدميين، فهناك حالة استنفار دائم. في المقابل نعم. الطرف الآخر يعاني من انقسام. هذه المعركة المحتدمة تجد صداها في علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل أحيانا، وفي علاقتها مع السعودية، وفي علاقتها أيضا مع الإمارات العربية المتحدة، خصوصا أن وحتى مع روسيا، باعتبار أن هذه الدول كان لها أدوار بطريقة أو أخرى في وصول دونالد ترامب والجناح اليميني المتشدد في الإدارة الأمريكية السابقة إلى موقع السلطة. هنا موضع الخلاف، ليس موضع الخلاف حول القضايا الجيوسياسية، وإنما حول القضايا
التي تتعلق بقدرة هذه الدول على التدخل في نتائج الانتخابات الداخلية. نعم. ومدى تمثلها وصلت الصورة. كل الشكر. نعم. كل الشكر لوجودك معنا أستاذ حزم عياد الكاتب والمحلل السياسي، هذا ما سمح به الوقت ضمن مقالك خطوات بايدن الاستباقية لتحييد أبو ظبي.